بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الأهلي في المونديال. هارد لك خسارة منتخبنا الوطني للمباراة النهائية وكأس الأمم الإفريقية، وفوز منتخب السنغال على المنتخب المصري. منتخب السنغال كان الأفضل الحقيقة طوال المباراة، طوال 120 دقيقة المنتخب السنغالي كان الأفضل، ولكن كل التحية لرجالة مصر الحقيقة. خلال أربع مباريات قبل هذه المباراة، تخيل حضرتك أن منتخبنا الوطني يعتبر لاعب مباراة زيادة على المنتخب السنغالي. ليه؟ لأنه بيلعب 120 دقيقة في كوت ديفوار، و120 دقيقة في المغرب، و120 دقيقة في مباراته الأخيرة أمام الكاميرون في الدور قبل النهائي. ولكن من منا كان يتوقع أن يصل منتخبنا خصوصا بعد الثلاث مباريات الأولى، خصوصا بعد الثلاث مباريات الأولى في المجموعات؟ من منا كان يتوقع وصول المنتخب لهذه الدرجة؟ احنا كلنا كنا بنقول ايه يا جماعة، يلا بعد ماتش كوت ديفوار الناس هتلم هدومها ونرجع، وبعدين نبتدي بقى ايه، كل واحد الأهلوية أهلوية والزملكاوية زملكاوية وهكذا. مش ده اللي كان، اللي كنا كلنا معظم الناس كانت بتتكلم في هذا الاتجاه؟ ولكن ربنا كرمنا بتكتيك جيد وبشكل جيد وبأداء جيد من اللاعبين، وقوة وإصرار وعزيمة النهاردة. وانا اسف ان انا هقول هذه الكلمه النهارده، الحقيقه ال 120 دقيقه ما كناش كويسين، ولكن انت واقف على رجلك، انت كلاعب واقف على رجلك في الملعب وبتؤدي بشكل جيد. ضربات الجزاء، انا لسه كنت بتكلم مع الشباب بره، ضربات الجزاء هي شخصيه ولياقه بدنيه طبعا وكل حاجه وتدريب وكل حاجه، ولكنها في الاول وفي الاخر هي شخصيه. شخصيه تقدر تخش احط ركله الجزاء بالشكل ده. ضغوط كثيرة جدا على معظم اللاعبين اللي موجودين، وبالتالي انت خسرت كأس الأمم الإفريقية في المباراة الأخيرة بركلات الجزاء الترجيحية. عشان كده أنا بقول لحضراتكم كل التحية للرجال. وجهة نظري طبعا، ولكم مطلق الحرية، أو الجمهور المصري له مطلق الحرية في النقد إذا أراد، التحية إذا أراد، ولكن وجهة نظر الشخصية كل التحية لرجالة منتخبنا، يستحقوا التحية من وجهة نظر إن إحنا كسبنا منتخب ذو شخصية. إن أنت تلعب بهذا الشكل وبهذا الأداء، خلي بال حضرتك قبل كأس العالم أو قبل كأس الأمم الأفريقية، المباريات اللي قبلها كلنا كنا بنقول ان المنتخب ملوش شخصيه وملوش شكل وملوش شخصيه وكذا دلوقتي لا، دلوقتي انت ليك شكل جيد، ليك شخصيه جوه الملعب، عندك لاعبين جدد استطعت ان انت او هيكونوا هم مستقبل كره القدم المصريه خلال الفتره اللي جايه. بصراحه انا زعلت على ال 100 مليون وزعل ال 100 مليون، ولكن انا برضو زعلت على زعل محمد صلاح وزعل محمد عبد المنعم وزعل بقية اللاعبين اللي موجودين وزعل محمد الشناوي وعياط محمد الشناوي وأبو جبل. الحقيقة اللي أنا بقدم له كل التحية من داخل قناة النادي الأهلي، ويعني يستحق أبو جبل أن يكون الأفضل خلال هذه الفترة، لأنه طوال ال 120 دقيقة أنت كنت ممكن تطلع خسران 2 أو 3، ولكن بسبب تألق هذا النجم الكبير أبو جبل في هذه البطولة استطعنا إن احنا نصل إلى ركلات الترجيح، وكان هيصد آخر كورة بتاعت مانيه، هيصدها، ولكن قوة شخصية مانيه وتركيزه في ركلة الجزاء قدر إن هو يجيب ركلة الجزاء الأخيرة ويصعد أو يفوز المنتخب السنغالي على المنتخب المصري. طب نزعل؟ من حقنا ان احنا كمصريين نزعل ونتضايق جدا 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 على المنتخب، لانه كان يستحق. والله انا بشوف ان المنتخب كان يستحق ان يفوز بهذه البطوله حتى ارضاء للمصريين. تخيل حضرتك ان في جمهور بيسافر 5 6 ساعات رايح، ويقعد في الطياره ويقعد في المطار ويشوف المباراه، ويرجع 5 6 ساعات تاني في نفس اليوم علشان لمجرد ان هو يتفرج على منتخب بلده. بصراحه قليل قوي لما اشوفها بتتعمل دي، ولكن الجمهور المصري النهارده كان هناك بالالوف، الوف الناس كانوا موجودين النهارده لمسانده المنتخب. ولاعيبه المنتخب الحقيقه معظمهم كانوا قد ايه فرحانين بهذه المسانده. لما كنت بتكلم مع اي حد فيهم الفتره اللي فاتت كلهم كانوا بيقولوا لي ان احنا سعداء بالناس اللي بتيجي. فانا الحقيقه بشكر لعيبه المنتخب. وجهه نظري
انا بشكر لاعيبه المنتخب الوطني وبشوف ان هم ادوا ما عليهم خلال شهر كامل من في هذه البطوله، وكل التحيه الحقيقه لكارلوس كيروش، كل التحيه لكل اللاعبين اللي موجودين، كانوا رجاله، كان عندهم عزيمه، كان عندهم اصرار، شفنا ده في كل الماتشات. بعيدا عن الاداء الفني ممكن نختلف ونتفق، ممكن نقول انني مش عارف ايه، ممكن نقول محمد صلاح كذا، ممكن نقول كذا كذا، ولكن الكل يتفق على شيء واحد، هو ان هؤلاء اللاعبين يستحقوا التحيه ويستحقوا التقدير خلال بطوله الحقيقه كانت رائعه بكل المقاييس الحقيقه، من ناحيه طبعا النواحي التنظيميه وكل حاجه لم تكن جيده في الفتراتها او لغايه ده كلام الكابتن وائل جمعه، يعني ان هو قال ان هو حضر 5 أو 6 بطولات، يمكن دي كانت البطوله الاصعب في تاريخه، فكان نفسنا ان احنا نكسب هذه البطوله، ولكن في النهايه منتخب يستحق التشجيع، منتخب يستحق اللمه اللي اتلمينا عليه حوالين منتخبنا الوطني خلال الشهر اللي فات، كلنا اللي بيشجع الاهلي، اللي بيشجع الزمالك، اللي بيشجع الاتحاد، اللي بيشجع الاسماعيلي، اللي بيشجع كل الفرق كان ملموم حول منتخبنا الوطني، كلنا كنا بنقول برافو يا ابو جبل، برافو يا امام، برافو يا الونش، برافو يا فتوح، كلنا كنا بنقول ان هم دول من افضل اللاعبين في الجانب جوه الملعب. عشان كده انا بقول لحضراتكم خلينا نكمل في ظهر منتخبنا الشهرين اللي جايين دول، لان الشهرين اللي جايين دول مهمين جدا جدا جدا، وان شاء الله بهذا الاداء وبهذه الروح وبهذه الرجوله ان شاء الله نصعد مره اخرى لكاس العالم ان شاء الله القادم في قطر، ونشوف ايه اللي هيحصل بقى ساعتها. ولكن بنشكر كل الناس الحقيقه اللي كانوا موجودين، سواء منتخب، سواء اللاعبين، سواء الجهاز الفني، الكل ادى ما عليه. وخد بال حضرتك دموع كل اللاعبين النهارده اعتقد ان هي قد تكون سبب في ان كل اللاعبين او ان هم يوصلوا كاس عالم او يوصلوا بلدهم خلال المباراتين القادمتين كاس عالم ان شاء الله ان شاء الله. انا اول مره الحقيقه اشوف الشناوي وابو جبل ماسكين في بعض وبيعيطوا بهذا الشكل، اول مره اشوف محمد صلاح بيعيط بهذا الشكل، تريزيجيه بيقول ان تاني مره اخسر، يعني بقيه اللاعبين اللي موجودين وشفتوا حضراتكم دموع كل اللاعبين. فانا الحقيقه اول مره اشوف من زمان قوي 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 ان اللعيبه يبقى عندها احساس من جواها كده، ما كناش بنشوف الحاجات دي لفترات طويله جدا. عشان كده انا بقول لحضراتكم خلينا ورا منتخبنا، خلينا ندعم منتخبنا خلال الفتره القادمه لانها فتره مهمه جدا زي ما قلت لحضراتكم. طيب طبعا عايز اقول لحضراتكم سريعا جدا المشوار منتخبنا في دور المجموعات، اتغلبنا من نيجيريا، كسبنا غينيا بيساو، ثم فزنا على السودان، وفزنا طبعا على ساحل العاج بضربات الترجيحية، ثم فزنا على المغرب في النصف النهائي، ثم فزنا على الكاميرون بضربات الجزاء، ثم خسارة في المباراة النهائية أمام الفريق السنغالي. طيب هنعمل ايه؟ هنقول لحضراتكم هنرجع مره تانية، هنعمل السويفت اللي بنعمله. يعني امبارح احنا كنا بنحتفل بالاهلي وكلمنا عن المنتخب وقلنا ان النهارده ان شاء الله يكون في احتفالات لمنتخبنا الوطني، ولكن قدر الله ما شاء فعل خسرنا المباراه وخسرنا البطوله، خلاص هنقفل الصفحه دي وهنبتدي ان شاء الله نحتفل بالنادي الاهلي، او انا اسف احنا احتفلنا خلاص بالنادي الاهلي، هنبتدي بقى نركز مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه، اليومين ثلاثه اللي جايين او بكره وبعده، لان زي ما حضراتكم عارفين المباراه ان شاء الله هتبقى يوم الثلاثاء وهنتكلم عنها كتير جدا. عايز اقول بس لحضراتكم الرئيس قال ايه النهارده لكل اللاعبين. الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه قال: أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية. لقد أديتم ما عليكم وكسبتم احترام الجميع وكنتم على قدر الثقة وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال. ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله. رسالة دعم واضحة جدا
ودفعة معنوية كبيرة جدا لكل لاعبي منتخبنا الوطني ولجهازهم الفني. من الواضح أن الحقيقة معظم الناس، خلي بال حضراتكم، معظم المواطنين المصريين راضيين على الشكل وعلى الأداء، كمان لما يكون رئيس الجمهورية بثقافة كبيرة زي اللي احنا شايفينها دي وبهذا الدعم المعنوي الكبير. أعتقد إن شاء الله يعني الكلمتين اللي قالهم الرئيس دول الحقيقة، أو اللي اتكتبوا على الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، أعتقد أن هيكون لهم أثر كبير جدا جدا خلال الفترة القادمة في استعدادات منتخبنا الوطني لكأس العالم أو لتصفيات كأس العالم أو المباراة الأخيرة في تصفيات كأس العالم. كل التحية وكل التقدير لمنتخبنا الوطني، وأنا شخصيا بشكر كل لاعبة المنتخب، أنا أقول كل المجموعة اللي معايا الحقيقة هنا على الأقل بنشكر كل لاعبة منتخبنا الوطني. كان نفسنا أن أنتوا تفرحونا النهاردة، ولكن في النهاية بطولة وانتهت، إن شاء الله الأفضل فيما هو قادم. زي ما قلت لحضراتكم احتفالاتنا، أو إن شاء الله احتفلنا مع النادي الأهلي امبارح، وبشكركم جدا جدا على كل الكلام الحلو اللي حضراتكم بتبعتوه لقناة النادي الأهلي من خلال ان يعني بتشكروا كل البرامج، ان كل الناس بنجيب لحضراتكم كل ما يخص بعثة النادي الأهلي في كرة القدم في مونديال الأندية. فأنا اللي بشكركم، وده واجب علينا، واجب علينا دايما ان احنا نكون او نخدم جمهور النادي الأهلي، بان احنا نقول لجمهور النادي الأهلي من خلال شاشة قناته ايه اللي بيحصل في قناة النادي الأهلي، او ايه اللي بيحصل في بعثة النادي الأهلي في الإمارات. وتعاون كبير من الجميع الحقيقة، من اول كابتن محمود الخطيب، من اول الأستاذ خالد مرتجي رئيسا للبعثة، وتسهيل كل المهام الحقيقة لكرو العمل هناك، وده كله عشان خاطر جمهور النادي الأهلي يبقى سعيد وهو قاعد بيتفرج، او على الأقل يبقى متابع لكل ما يحدث في الإمارات زي ما بنعودكم دايما خلال الفترة السابقة. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل النجم الكبير كابتن محمد حشيش، طبعا هشوف رأيه في أداء منتخبنا الوطني النهاردة، وهنتكلم أيضا عن فوز النادي الأهلي امبارح على مونتريال المكسيكي، وكيف يستعد النادي الأهلي للمباراة القادمة أمام بالميراس البرازيلي، ومين اللي هيلعب، هل مجموعة المنتخب هترجع وهتلعب ولا لأ. كلام مهم جدا فيما يخص النواحي الفنية لمنتخبنا الوطني، ولماذا خسر منتخبنا الوطني هذه البطولة، ثم أيضا كلام هام جدا فيما يخص البطولة أو بطولة كأس العالم للأندية والنادي الأهلي مع بالميراس. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نستقبل كابتن محمد حشيش. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك كابتن؟ اهلا وسهلا. هارد لك النهارده طبعا خساره منتخبنا الوطني، ولكن في النهايه بشكل عام اعتقد وجهه النظر يعني ان هي الحمد لله والشكر لله، احنا اعتقد شخصيه المنتخب ما قبل هذه البطوله حاجه وما بعد هذه البطوله شيء اخر، وجهه نظري يعني. ما اعرفش هو طبعا احنا كلنا لا نقفز عنا طبعا يعني، وكنا طبعاً يعني المنتخب وصلنا في الاخر للامل الكبير يعني، البطوله واقفه على اخر ضرب الجزاء فبنقول الحمد لله طبعا لعيبه ادت اللي عليها، وده اهم حاجه في حدود الامكانيات والقدرات، بيلعبوا مع فرقه قويه، فرقه كبيره. مجمل الماتش النهارده طبعا لو هنشوف بقى بعيد عن القتال من فرقه مصر وبذل المجهود من اللعيبه كلهم، انما انت بتلعب فرقه عندها امكانيات وبتنقل، وكانت اعلى منك طبعا فنيا، انت قدرت بس قدرت فنيا تقاتل ده كابتن، فنيا وبدنيا اعتقد، وبدنيا انت لان لها اسباب، انت بتلعب 120 دقيقه ثلاث مرات ورا بعض، مظبوط، بضربات الجزاء، بالضغط العصبي، كل ده لازم يستنفذ من اللعيبه المجهود بتاعها، فهم الحقيقه كتر خيرهم في حدود اللي كان متاح النهارده. احنا يمكن اغلب الماتش عشان مش قادرين نكمل ومش قادرين نطلع بالكوره، انت هجمت يمكن كل شوط هجمتين بس، والحقيقه كان في ضغط كبير من فرقه السنغال. عايز اقول للناس وعايز اقول للجمهور، افتكروا بس انتوا قبل ما نروح بطوله الامم الافريقيه ما كانش حد عنده امل ان احنا مثلا نطلع دور ال 16، وده اللي احنا والبدايه كمان كانت صعبه لو تفتكر، اول نيجيريا خسرتنا من نيجيريا اكدت توقعات الناس، انما تدرجنا في الاداء
ما بين ماتش طبعا غينيا والسودان، وبعد كده ابتدينا بقى مع كوت ديفوار وبتاع، ابتدت التكتيك يبان شويه في الملعب او يبان بشكل كبير، شكل فرقه ابتدى يبقى في شكل فرقه، شكل اداء، شكل طريقه، لعيبه ظهرت كمان، ودي من يمكن ايجابيات البطوله ان انت ظهر عندك لعيبه على مستوى عالي. كلهم الصغيرين الحقيقه، محمد عبد المنعم احمد ابو الفتوح، يعني ظهروا طبعا بمظهر ممتاز فوق الممتاز. ابو جبل طبعا عمل مستويات غير عاديه، وانا اعتقد انه لو كان يعني وصلنا وخدنا الكاس كان ممكن ياخد حراسه المرمى، يعني افضل حارس، افضل حارس في البطوله الحقيقه، لانه كان عليه عمل كبير في ان احنا صعدنا للنهائي. تجربه قويه جدا لمنتخب مصر، وده الاهم، مع السنغال اللي هنقابلها في التصفيات. أيوة. والماتشين اللي رايح جاي، ودولت طبعا مباريات طبعا مهمه جدا لا تقل اهميه عن بطوله افريقيا، اللي انت بموجب المباراتين دول هتطلع كاس عالم اللي هي البطوله الاكبر. الحمد لله انك وصلت وشرفت مصر من خلال الاداء ومن خلال النتائج مع فرق قويه. يمكن احنا السنغال ما كانش مشوارها صعب زي مشوار منتخب مصر، مصر قابل فرق قوية جدا جدا، وفرق كلها مرشحة. وبعدين عشان الناس برضو تاخد الأمور يعني بهدوء شوية، اتفرجوا على الفرق اللي هي كانت مرشحة للبطولة زي الجزائر وزي تونس، خرجت من الأدوار ما وصلتش لنهائي، ولا قبل نهائي، فدي تتحسب برضو المنتخب مصر. إن شاء الله نبص دايما اللي جاي. للي جاي. بشكر طبعا اللعيبه كلها، وبشكر الجهاز الفني، ومن قبل دول كلهم طبعا جمهور مصر اللي انسهر بقى، ما فيش اهلي زمالك انديه تانية، وشجع مصر بكل حماس لغايه اخر دقيقه. الناس اللي راحت النهارده 10 طيارات راحت الكاميرون تؤازر الناس، بنقول لهم هارد لك، وان شاء الله باذن الله يعني الامل كبير في المنتخب ده في الفترات اللي جايه. طيب انا شكرت كارلوس كيروش وقلت ان هو راجل كويس جدا، وقلت على لعيبه منتخبنا هايلين وكل حاجه، ولكن ما زال عندي، والحمد لله ربنا كرمنا كنادي اهلي، وامبارح كسبنا مباراه مونتري بنقص كبير من اللاعبين اللي موجودين في المنتخب. ما عندناش كل ده، ما عنديش اي فيه مشكله، وساندنا منتخبنا طبعا لان ده واجبي ودوري كمصري وكل حاجة. ولكن سؤال، حضرتك مش مقتنع بمحمد شريف، أولا خدته ليه؟ ثانيا يعني طول البطولة المباراة السابقة وعدت، طيب النهاردة حتى لما في الوقت اللي انت محتاج فيه محمد شريف ما بتنزلوش. طب حضرتك، ما أنا كسبت، أنا النادي الأهلي كسب على فكرة امبارح، والموضوع خلص وانتهى، هو ليه حضرتك بتعمل كده مع محمد شريف؟ حاجة غريبة جدا. أنا بالنسبة لي علامة استفهام كبيرة يا كابتن حشيش. أنا شكرت طبعًا المدرب وقلت إن هو رائع وهايل وكل حاجة، ولكن علامة استفهام كبيرة جدا. وغفرنا للماتش اللي فات إنه ينزل 7 دقايق ويخرجه، ودي كانت حاجة ممكن تقتل أي لعيب، إنما طبعا لعيبة الأهلي لا، ومحترم ومحترم، محمد شريف مفيش محترم، أي امتعاض، وهو خارج وخرج في هدوء وساند الفرقه. مزبوط. انا تخيلت بقى انك هتديله، طالما ابتديت تنزله لا كابتن، يبقى مش هتديله كمان، انا اسف، مش هتديله مثلا بتقول له مثلا اتفضل خد، ولا لا انت بتجامله ولا بتاع، لا انت بتدي الواحد افضل راس حربه موجود في مصر. بالزبط. وافضل هداف في مصر خلال السنه اللي فاتت. وانا كنت متخيل لاسلام كمان ان المباراه كانت محتاجه في التوقيت اللي نزل مروان، لا محتاجه محمد شريف، لان المساحات والناس تعبت، كمان فرقة السنغال تعبت. شريف سريع وحركته كبيرة، فكان ممكن يبقى الاستفادة منه قوية جدا. انت مش عايز محطة تانية، صح، انت مش هتفضل تدافع لغاية اخر الماتش، لان برضو هو النهاردة كان مراهن برضو تالت على ضربات الجزاء، فكان عمال يعني يمط في الوقت شوية ان احنا نوصل لكده. بس ضربات الجزاء يعني التوفيق مش هيبقى معاك كل مره، كل مباراه يعني ما ينفعش ان التوفيق يبقى معاك كل مره. كان لازم في الاخر تنزل بقى الناس اللي نازله دي، تقدر يعني حتى توقف الضغط اللي على منتخب مصر. احنا جينا في الاخر، انت عارف الكور يا دوبك الديفنسي بيطلعها واحده بتترد بتمسك بتتقلب هجمه خطر. مزبوط.
المنتخب مصر. مظبوط. فهو انا ما اعرفش ايه يعني وجهه نظره في موضوع شريف. انا الحقيقه يعني متضايق جدا من الموضوع ده، لانه انا النادي الاهلي اهو كسبت. أيوة انا ما بتكلمش على حاجه، اهو امبارح كسبت والدنيا مشيت والحمد لله، المنتخب وصل للنهائي واللعيبه هنا موجوده واللعيبه هنا موجوده وكسبانين وكل حاجه، ولكن هو ايه ده؟ يعني حاجه غريبه جدا. نظر غريبه. وبعدين فعلا لو انت مش مقتنع بيه تماما، لان هو خلاص يا اخي ما توديه. السيناريوهات اللي شفناها بالنسبه لشريف بتقول ان الراجل ده مش في دماغه، صح؟ يعني ما حاولش يفكر. حتى بقول لك يعني الفتره اللي نزله فيها يسحبه عشان كان ممكن يسحب حد تاني. انما هو له فكر، يعني طبعا مش عايزين نخوض. لا خالص، هو مدرب كبير بصراحه. لان التكتيك في الملعب والوقفه اللعيبه والمش الحاجات صحيح. دي كلها نقدر نتكلم فيها ونقول ان هو استطاع ان هو يقود منتخبنا في الثلاث مباريات بشكل تكتيكي جوه الملعب هايل. ولكن انا بستغرب جدا يا كابتن من مثل هذه الامور. طبعا. ليه؟ لانه امر بالنسبه لي من الاول انت مش عايزه، خدته ليه؟ صحيح صحيح. مع انك انت من الاول كنت استبعدته، ده هو قفشه من الاول خالص. بالظبط. اول لما جه وحتى خد. في كاس العرب برضه ما انت ما لعبتوش كتير، كنت بتلعب مروان على طول كل المباريات. بالظبط. خلاص انت اقتنعت بكراس حربه مع الناس اللي جت المحترفين، يبقى خلاص مروان ده هو كان. مروان طبعا لعيب كويس كل حاجه، ولكن هو كان متاخد بالنسبه لكارلوس كيروش في اخر القائمه. بالظبط كده. يعني بالظبط كده. هو اختار 25 بعد كده 3. مظبوط مظبوط. انا الحقيقه حاجات غريبه جدا الواحد يعني. احنا بقى نفسنا ان الامور هديت خالص. نفكر صح. البطوله نفكر صح، ومحتاجين برضو ان هو يطلع يعني يوضح للناس بعض الحاجات اللي حصلت. طب عليك يا كابتن، اتمنى يعني دي مهمه قوي. اتمنى. ومش هتعيبه ان هو انا والله انا مقتنع بفلان الفلاني، وانا كنت واخد مثلا شريف ك يعني بديل لو احتاجته ابقى نزل. يعني يقول لنا بس الوضع يعني. بالظبط. ويوضح بقى الفتره اللي فاتت. طب هل ده جائز؟ طبعا المفروض. المفروض لان انت داخل على مرحله ثانيه. ما كانش ممكن يقدر يقول الكلام ده لان كان في كاس عرب، وبعدين طلعنا بعديه على الكاميرون، الوقت كان ضيق قوي. مش وهو لسه كمان ما كانش حط دماغه في التشكيل الاساسي اللي حتى ابتدى بقى يثبته بعد مباراه نيجيريا، ويبقى زي ما قلنا قبل كده يبقى في شكل للفرقه. ايوه. انما احنا دلوقتي الامور هديت وعندنا وقت. صحيح الماتشين بتوع التصفيات في مارس، انما عندنا متسع من الوقت انك ترجع وتوضح كده، تعمل مؤتمر وتوضح الكلام ده كله، وتدي فرصه بقى، بس تدي فرصه بصدر رحب للناس المتخصصه تسال على حاجات معينه، الطريقه اللي انت. انا لو قعدت في المؤتمر الصحفي ده هسال السؤال ده. بجد. طبعا. ان انا نفسي اعرف اجابته. تفتكر هيرد؟ معرفش بصراحه. ما يردش، بس انا بقول لك ما هو انا نفسي اعرف اجابته. لو هو زي ما حضرتك بتقول كده، يعني انا بجد والله مش عشان شريف. صحيح. لكن انا عايز اعرف ايه الفكره في ان انا اخد لعيب. بالظبط. وبعدين ما لعبوش، وبعدين انزله 6 دقائق 7 دقائق، وبعدين اطلعه. بالظبط. وبعدين في الاخر اقول لا عشان كرات الجزاء. وفي ناس بتطلع تدافع بهذا الشكل وبهذا بالزبط. الكلام تقول لك اصل معلش عشان ضربات الجزاء. انا عايز ضربات جزاء ايه؟ طب ما تطلع اي حد تاني. انا عايز اقول لك 120. انا عايز اقول لك حاجه تانية يا اسلام، يعني شريف. طيب ممكن عشان الناس ما تلاقيش اتجاهنا ناحيه شريف. عبد الله. هو فين عبد الله السعيد؟ صحيح انت خدته لعبته جزء. بس انا ماليش دعوه بعبد الله، انا عايز اتكلم عن انا بكلم تحديدا. اصل بص يا كابتن، انا دلوقتي ارقام محمد شريف بتقول ايه؟ ها؟ بتقول ان محمد شريف افضل مهاجم في مصر. بالظبط كده. خلاص. بالظبط كده. افضل هداف في مصر. هداف الدوري الموسم السابق. صحيح. هتقعد تقول في ارقام، هتقول 1 2 3، وبالتالي انا واخد لعيب هداف. طبعا هداف. فايه الفكره؟ والطبيعي انه يبقى رقم واحد، او على الاقل يبقى فيه، او يبقى على الاقل اول تبديل ليه، يعني اول تبديل ليه، وكان في فرص ان هو ممكن يديله. فان طبعا يعني يتجاهل بالشكل ده والموقف اللي حصل، لا ما يعني انا محتاجين بالنسبة تفسير. انا بس بالنسبه لي عشان كل اللي بيتفرجوا علينا، انا مش بتكلم علشان احنا خسرنا ولا حاجه لا قدر الله. انا قصدت ان انا ما اتكلمش في الانترو الاولاني، لانه حبيت ان انا يبقى هناك رساله دعم واضحه لمنتخبنا الوطني من خلال شاشه قناه الاهلي، لانه احنا هنفضل ندعم منتخبنا الوطني، احنا بندعم بلدنا.
بنلعبش حاجه ثانيه، هندعم بلدنا، فهنفضل دعم وفي ظهر منتخبنا الوطني، ولكن هناك بعض السلبيات اللي هتكلم فيها، مش هسكت، هتكلم فيها برضو. يعني ولو تلاحظ ان احنا او غير يعني هو الشريف النهارده لو نزل ما هو كان هيفضي لتريزيجيه. انا عايز اعيد كلامك فنيا، ان احنا بعد المباراه اللي فاتت بتاع الكاميرون، بعد الموقف اللي عمله ما طلعناش اتكلمنا ولا علقنا ولا كلمتين، طبيعي برضو وسندنا ودعمنا طبعا طبعا. بس انا عشان كده بقول لك دلوقتي احنا محتاجين بقى ان يبقى في تفسير، ما يسيبش الناس بقى ايه يعني تروح في حتت وفي اماكن. اطلع وضح. برافو عليك يا كابتن، اطلع وضح. اتمنى ان يكون هناك مؤتمر صحفي لكارلوس كيروش او لما يرجع ان شاء الله، بعد ما يرجع باسبوع كمان يكون عمل تقرير وعمل حاجته ويطلع يرد على اسئله الناس المتخصصه في كره القدم وفي الفتره السابقه، ايه اللي حصل، واحد اتنين ثلاثة، الايجابيات الحقيقه اللي واضحه جدا اكتر كتير من السلبيات، ولكن هناك سلبيات يجب ان يتم شرحها للجميع. صحيح. ان شاء الله اتمنى ان ده يحصل. هارد لك لمنتخبنا الوطني، هنقفل هذه الصفحه وهنتكلم عن الاهلي في المونديال. النادي الاهلي يمثل مصر في مونديال الانديه خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا يا كابتن، وللاسف الشديد، ولكن عموما يعني دايما انا لما باجي اتكلم اليومين اللي فاتوا ما كانش في مساندة لنادي الأهلي بشكل كبير الحقيقة، وطبعا لأن المساندة كلها كانت رايحة لمنتخبنا الوطني خلاص، فهم البعض كان بيتحجج بهذا الموضوع، لأنه على الرغم من على فكرة كلنا كنا بنساند المنتخب وكلنا كنا بنساند يعني هنا في القناة وبنساند المشكلة الأهلي. إن أنت تساند في نفس الوقت، لأن ده دي مصر وده مصر برضه، مش النادي الأهلي. الله ينور عليك، يعني ينور عليك. إيه المشكلة إنك تساند؟ فالحجة خلصت. الحجة خلصت، يعني إذا كان هناك على الرغم من المنتخب أولى وأبدى من أي شيء، ولكن منتخب بطولة الأمم كلها خلصت، وبالتالي يجب أن يكون هناك مساندة كبيرة للنادي الأهلي خلال النهاردة. أنا مش بطلبش حاجة يعني، صحيح. هي النهاردة وبكرة بالزبط. أو حد يعني بقيته أو الاثنين والثلاثة صحيح، هو ده اللي احنا بنطلبه. وان شاء الله ان شاء الله نادي الاهلي في اولى مبارياته مثل مصر ورفع خير التمثيل. ورفع راس امبارح مظبوط، يعني الحقيقه ماتش امبارح ماتش يعني عالمي بالنسبه للنادي الاهلي في حدود الامكانيات اللي موجوده من اللعيبه، ومش عايزين نقول الكلام بقى المعاد تاني، اللعيبه كتيره اللي مصابه، لعيبه المنتخب الاساسيه. أيوه. انت بتلعب بتشكيله يعني فيها بدلاء وبدلاء البدلاء اللي كان. هنتكلم اكتر يا كابتن عن هذا الامر، ولكن زي ما قلت لحضراتكم احنا كده هنقفل صفحه منتخبنا الوطني وهنتكلم عن النادي الاهلي ممثل مصر في كاس العالم للانديه، واتمنى ان الجميع يقف مع النادي الاهلي خلال بكره وبعد. بس انا مش طالب حاجه ثانيه، طالب الاثنين والثلاث ان شاء الله. اتمنى ان يكون الاعلام المصري والشعب المصري بالكامل في ظهر النادي الاهلي خلال مباراه بالميراس، لان ان شاء الله ان شاء الله يكون هناك انجاز كبير ان شاء الله لو النادي الاهلي فاز ووصلنا للمباراه النهائيه. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كواليس بعثه النادي الاهلي ووجهه نظر الكابتن حشيش في مباراه امبارح والمباراه القادمه، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني اقول لحضراتكم بيان النادي الاهلي، لاعبو الاهلي يعودون الى القاهره ثم يتوجهون الى ابو ظبي غدا. استقر النادي الاهلي على عوده لاعبيه الدوليين مع بعثه المنتخب الوطني الى مطار القاهره بعد المشاركة في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال، وأن يمكث اللاعبين بعض الوقت في مطار القاهرة ثم التوجه إلى أبوظبي مباشرة للانضمام إلى فريق الأهلي الذي يشارك في بطولة العالم للأندية. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي كان قد أجرى محاولات عديدة في اتجاهات مختلفة خلال الساعات الماضية لسفر طائرة خاصة من الإمارات لنقل لاعب الأهلي من الكاميرون إلى أبو ظبي، لكن تبين أن الاتصالات المكثفة ودراسة الموقف كاملا أن سفر الطائرة الخاصة لن يثمر عن توفير وقت أكبر حال عودة اللاعبين من الكاميرون للقاهرة ثم التوجه إلى أبو ظبي، وتأكد أن سفر الطائرة الخاصة يحتاج إلى موافقات تستغرق بعض الوقت بالإضافة إلى صعوبة الإجراءات في مطار الكاميرا. وفي ضوء ما سبق كان قرار عودة اللاعبين للقاهرة ثم التوجه إلى أبو ظبي. طيب زي ما قلت لحضراتكم خلينا بقى نروح لزميلنا أمير هشام من الإمارات أو من أبو ظبي، أيضا
لنقل كل احداث بعثه النادي الاهلي وايه اللي حصل النهارده كالعاده. امير اتفضل. ازيك يا امير الاول؟ ازيك يا كابتن اسلام، تحياتي ليك وتحياتي للكابتن وهارد لك طبعا ولكل جماهير ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. قلت له يا كابتن هارد لك طبعا. خساره منتخبنا الوطني النهارده بطوله كاس الامم الافريقيه، واعتقد خساره البعثه كلها كانت تنتظر ان يكون هناك فوز، ولكن هذه هي سنه الحياه وهذه هي كره القدم. بالظبط، يعني هارد لك لينا كلنا كمصريين، هارد لك الوطن العربي كله اللي كان بيساند منتخبنا الوطني النهارده. بصراحه منتخب مصر يعني ما قصرش، عمل كل اللي عليه، مشوار اكثر من صعب في البطوله، انك تلعب 4 نهائيات ورا بعض، كوت ديفوار في المغرب في الكاميرون، وتعدي وتوصل برافو عليك. حلوه كلمه 4 نهائيات دي يا امير، الجزاء الترجيحيه. بالظبط، يعني هو ده فعلا، ده اي ماتش يعني مصر مع كوت ديفوار ده كان نهائي، مصر مع المغرب نهائي، مصر مع الكاميرون نهائي، مباراه النهارده مباراه نهائيه. في كل الاحوال مجهود كبير جدا من لاعبي منتخبنا الوطني اللي مصبر الواحد يا كابتن اسلام، ان احنا ابتدى يبقى عندنا منتخب، عندنا فريق كويس، عناصر بقينا عارفينها، بقينا عارفين اسماء اللعيبه الاساسيه في منتخب مصر، اللي مصبرنا اكتر واكتر كمان ان البطوله بتاعت الامم الافريقيه هي السنه الجايه على طول، مش هنقعد لسه سنتين. والاهم بالنسبه لنا كلنا باذن الله واحد احد، ان احنا نعوض ورجالتنا يعوضوا بالوصول لكاس العالم عن طريق السنغال باذن الله يا رب. فيعني حاله من الحزن كانت كبيره بصراحه كابتن اسلام، بعد انتهاء المباراه بفوز السنغال الكل كان متاثر جدا، الناس قعدت في الغرفه او في القاعه اللي كنا بنتفرج فيها على المباراه متنحين، يعني باللغه العاميه كده شويه، مش مصدقين، لان احنا فرصنا كانت كبيره في ضربات الجزاء. عندنا ابو جبل بصراحه ما شاء الله عليه، ربنا يحميه، حارس عالمي مش قليل. ما كانش فيه توفيق لعبد المنعم رغم انه عامل بطوله اكثر من رائعه وعظيمه جدا جدا. مهاد لاشين برضه لعيب راجل لكن ما كانش موفق، وهي دي ضربات الجزاء وهي دي كره القدم. كل يعني كان حزين، لكن ان شاء الله باذن الله متفائلين بالقادم لمنتخبنا، ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل وافضل ونوصل كاس عالم، وباذن الله ناخد الامم الافريقيه السنه الجايه يا كابتن اسلام. يا رب ان شاء الله. وكالعاده بنقفل صفحه وبنفتح صفحه، قفلنا صفحه منتخبنا الوطني على الاقل مؤقتا لحين المسانده ان شاء الله الواجبه لمنتخبنا خلال الفتره القادمه، ولكن دلوقتي عندنا مهمه ثانيه للنادي الاهلي ممثل مصر في كاس العالم للانديه، ومهمه تبدو صعبه ايضا في ظل ان انت كسبت مونتري امبارح، وفي واحده من المستحيلات اللي كانت بتتقال، يعني كان هناك بعض المستحيلات خلال الفتره السابقه منها ان النادي الاهلي يكسب اولى مبارياته، ولكن النادي الاهلي صنع المستحيل وكسب اولى مبارياته. ولكن المباراه القادمه من وجهه النظر الفنيه اصعب كتير، وعندك لعيبه جايه من المنتخب، عندك لعيبه مصابة من ناحية الإحباط، يعني معنويا مصابة، معنويا عندها إحباط كبير بعد خسارة منتخبنا الوطني. وبالتالي إيه اللي بيحصل دلوقتي وإيه اللي هيحصل بكرة برضو أمير تقول لنا من النهاردة؟ طب يعني هو اكيد مبدئيا هيبقى في شغل كبير وعمل شاق من الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي مع عناصر منتخب مصر، وازاي يتم تهيئتهم نفسيا لمباراه بالميراس بعد الاخفاق في كاس الامم الافريقيه. ده شغل اللي هيبقى كبير جدا هيقوم بيه كابتن سعد عبد الحفيظ ومستر بيتسو موسيماني والجهاز المعاون بكل تاكيد، وان شاء الله ينجحوا في هذه المهمه. عايز بس اوضح حاجه كابتن اسلام بخصوص اللاعبين العائدين باذن الله الدوليين الخمسه بتوع النادي الاهلي اللي جايين من الكاميرون. كان في محاولات مستميته برضه عشان ده يبقى توضيح لجمهور النادي الاهلي، لان البعض مش فاهم الامر كويس وزعلان شويه، متابع السوشيال ميديا، فحسيت الناس يعني ليه يا جماعه فيش طياره خاصه تجيب اللعيبه. لا، لازم نوضح الكلام ده لجمهور النادي الاهلي. يا جماعه كان في فعلا محاولات انا شفتها بعيني من الصبح على مدار ساعات متواصله في محاولة توفير طائرة خاصة لمجموعة لاعبي النادي الأهلي في منتخب مصر، بحيث إن الطائرة دي تتحرك من هنا من أبو ظبي تروح على الكاميرون تاخدهم ويرجعوا. بس يعني تم اكتشاف إن الموضوع مش هيفرق في حاجة في عامل الوقت، لأن الإجراءات بتاخد وقت كبير جدا جدا وموافقات كتيرة جدا. والكابتن محمود الخطيب في الحقيقة يعني بنفسه تواصل وعمل اتصالات على جميع المستويات لمحاولة حل هذه الجزئية وإن هم يجوا بشكل أسرع، لكن كان الوقت هيكون أكتر
فتم اكتشاف ان المصلحه تقتضي ان هم يرجعوا مع المنتخب للقاهره باذن الله سالمين، ومن ثم هيقعدوا بالظبط ساعه او اتنين بالكتير في مطار القاهره، يتحركوا على طول على ابو ظبي، ويوصلوا باذن الله بكره العصر بالكتير هيكونوا موجودين هنا مع البعثه، يعني تقريبا نفس المده اللي كان هيتم استغراقها في حاله استقلال طائره خاصه. ينضموا للبعثه وكل الامور باذن الله هتكون كويسه، وان شاء الله يتم تجهيزهم بشكل مميز. فيما يتعلق ب يعني برنامج الغد، بكره هيكون في مسحه الساعه 10:30 الصبح لجميع عناصر البعثه بشكل كامل، وهي مسحه المباراه، وان شاء الله باذن الله الكل يبقى سلبي والكل يبقى جاهز لمباراه بالميراس. بعد المسحه هيكون في الاجتماع الفني الخاص بهذه المباراه، بعد كده في الفندق ميعاد الغداء، بعد كده هنروح للمؤتمر الصحفي بتاع مستر بيتسو موسيماني. وحتى الان الاتجاه ان تدريب النادي الاهلي يكون على الملعب الخاص بتدريبات الاهلي، مش على الملعب اللي هيستضيف المباراه، لان هو نفس الملعب، ملعب آل نهيان. ففي توجه عند الجهاز الفني بقياده مستر بيتسو موسيماني ان المران يكون في ملعب التدريب اللي بيقام كل يوم في نفس هذا الملعب. تقدر تحدد لنا اللعيبه الدوليين هيوصلوا الساعه كام؟ هيكون بعد مؤتمر صحفي التدريب، وبعد كده الامور تمشي بشكل عادي يعني. اتفضل يا كابتن. بقول لك، تقدر تحدد لنا اللاعبين الدوليين هيوصلوا الساعه كام ان شاء الله الامارات؟ لا، ده هيترتب على تحرك طائره المنتخب من الكاميرون، هي طياره خاصه في الكاميرون اكيد، فعقبال التحضيرات وكل هذه الامور يتحركوا باذن الله. بمجرد ما يوصلوا للقاهره باذن الله هيبقى زي ما قلت لحضرتك كابتن اسلام ساعه اتنين بالكتير، وهيطيروا على طول ان شاء الله في اتجاههم لابو ظبي بالكتير بالكتير على العصر، يعني هيكونوا متواجدين مع الاهلي هنا في ابو ظبي ويتم تجهيزهم بالشكل الامثل. سؤال مهم تاني، محمد الشناوي هيكون متواجد مع اللاعبين؟ اتفضل. محمد الشناوي حريص على التواجد، عايز يجي، عايز يآزر الفرقه في كاس العالم للانديه. اخر معلومه عندي في القايمة، ودي المعلومه دي كانت الصبح، هو مش مسجل في القايمه لكن هو عايز يجي يآزر الفرقه، بما انه كابتن من كباتن النادي الاهلي، وطبعا لعيب مهم وخبرات عظيمه جدا. لكن معلومه، اخر معلومه كانت عندي النهارده الصبح، ان الشناوي عنده اصرار كبير ان هو يوصل مع اللعيبه الدوليين لابو ظبي عشان يآزر فرقه النادي الاهلي. حصل تعديل في المعلومه دي او لا؟ ده يعني بناء على الاتصالات اللي حدثت بعد انتهاء مباراه مصر والسنغال ما بين الكابتن سيد وما بين محمد الشناوي، والامور كلها هتبان، واكيد اي جديد في الجزئيه دي انا هبلغ بيها طبعا قناه الاهلي وكل زمايلي في القناه، ده امر مؤكد يعني. تمام، اذا يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي بكره ان شاء الله في تمرينته اللي هتبقى الخفيفه ما قبل المباراه. ان شاء الله كل التوفيق للجميع، ان شاء الله الكل يكون خلف نادي الاهلي. بعد ما قفلنا صفحة منتخبنا الوطني، نبص بقى لممثل مصر في كأس العالم للأندية، والكل الحقيقة يبقى واقف وراه إن شاء الله ابتداء من بعد بكرة إن شاء الله في المباراة الهامة جدا. أنا بشكرك جدا زميل العزيز أمير هشام، زي ما حضراتكم عارفين دائما أمير بيجيب لنا كل الأخبار الخاصة ببعثة النادي الأهلي. من الواضح جدا أن الخمس لاعبين بكرة هيكونوا موجودين يا كابتن، يعني انا لاعبين الدوليين يعني طبعا انا وجودهم طبعا مع فريق النادي الاهلي، يعني انا اعتقد ان الدعم النفسي اللي هيعملوه اكتر من الدعم العملي في الملعب، يعني لان برضو اللعيبه جايه من اجواء مختلفه خالص، بقى لها شهر بتلعب تحت ضغط عصبي، لعيبه منهم لعبت المباراه غالبيه المباراه او كل المباريات، ف مجهدة جدا جدا مع الطيران من الكاميرون للقاهرة لأبو ظبي هيوصلوا ليلة المباراة. ما اعتقدش ان موسيماني هيستعيب بحد فيهم غير مثلا ممكن لو هو في دماغه مثلا محمد شريف، لأن محمد شريف يعتبر ان هو مع يعني ما لعبش فبالتالي مش مجهد يعني، انما السولية، حمدي فتحي طبعا اجهاد جامد، ايمن اشرف برضه، السولية حتى واضح عليه جدا، وحمدي ايمن اشرف ممكن لو حب برضو. بس هم طبعا اكيد برضو يعني لسه يعني اكيد متاثرين بخساره المنتخب وراجعين، يعني عارف اجواء تانية خالص. فاعتقد زي ما بقول لك ان هو هيبقى الدعم النفسي كبير جدا وجودهم في وسط لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي الحقيقه يعني احنا كلنا كنا بنقول بس يا رب ايه يكملوا بس الفرقه بالبدلة انهم يقدروا يأدوا المباراة، لا احنا اتفاجئنا بحاجة تانية خالص، أداء على أعلى مستوى، يعني نتيجة وأداء
ممكن مثلا تعمل النتيجه مثلا كوره بالحظ، انما انت بتلعب مباراه قويه، بتلعب مع فرقه من اقوى الفرق اللي ممكن تلعبها، لها اسم عالمي، مصنفه من ضمن الفرق العالميه. لما تعمل قدامها كده وبالاداء الكبيره اللي شفناها الحقيقه امبارح، وفي لعيبه كمان يعني مكاسب كثيره خلال المباراه بتاعت امبارح، منها رامي ربيعه لما رجع، طاهر محمد طاهر، ديانج شفناه في اعلى مستوى، مغربي ما كان موجود، يعني الحقيقه الناس ادت بشكل كبير. انا عايز اقول لك ان فيهم لعيبه مثلا ما لعبتش قدام الجمهور الكبير اللي كان موجود، جمهور النادي الاهلي اللي هو السبب الرئيسي طبعا في المكسب امبارح والتشجيع. انت امبارح بتلعب كانك في مصر. مظبوط. يعني لما بتلعب في مصر ما بقاش فيه الجمهور ده، العدد ده. طبعا. انت امبارح بتلعب في استاد كله طبعا مصريين. تمام. تشجيع على اعلى مستوى، ده كان له اثر ايجابي على الفريق يعني. طيب كابتن حشيش استاذنك هطلع بس نروح نشوف ماذا قال المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي و رئيس بعثة النادي الأهلي، نشوف ماذا قال عن مباراة امبارح وعن كل اللي بيحصل في بعثة النادي الأهلي. خلينا نطلع نشوف هذا اللقاء ونرجع نكمل مع كابتن محمد حشيش. تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، مستمرين معاكم وكواليس الأهلي في المونديال، ومشاركة مهمة وفعالة كمان للفريق بعد الفوز على مونتيري في ربع نهائي كأس العالم للأندية، والاستعداد لمباراة بالميرس في نصف نهائي نفس البطولة. إن شاء الله الأهلي يكون موفق، لكن خليني أقول لحضراتكم أن في هذه اللحظات عندنا لقاء غاية في الأهمية مع المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق هنا في أبو ظبي. يا باشمهندس برحب بيك في البداية. أهلا بيك يا أمير، وأهلا بكل السادة المشاهدين والأهلوية الجمال. دعني بس في الأول لازم أنعي أسرة طبعا. الطفل ريان المغربي اللي الحقيقة يعني هز مشاعر العالم أكيد. كله، وأسأل الله سبحانه وتعالى له يعني الشهادة، وأنه يكون يعني سبب في دخول والدي الجنة. والحقيقة حاجة تحزن، كلنا حزننا على هذا الحادث المؤسف، لكن ربنا لطيف وربنا كريم، إن شاء الله نحسبه من الشهداء، وبإذن الله تبقى يعني يبقى هو ده سبب دخول أبوه وأمه الجنة إن شاء الله. إن شاء الله. موقف صعب على الأمة العربية كلها في الحقيقة، من شخصيته ولا الشعب المغربي بس، لكن كمان كان في حرص كبير جدا من البعثة هنا النهاردة الصبح قبل مران الأهلي، الكل اتجمع في نص الملعب وقرأ الفتحة للريان. الحقيقة والكابتن الخطيب يعني كان متأثر جدا، ويمكن لما اتكلم معانا الصبح قال لنا احنا النادي الأهلي طبعا نعاه زي ما العالم كله نعاه، وفي نفس الوقت خدنا يعني قرار ان احنا نوقف دي احداث البعثه باكملها قبل مران اليوم، وحقولي هذه حال الدنيا، وربنا يا رب يرحمه ويعني يصبر اهله يعني يا رب، يصبر كل الامه العربيه يا رب ان شاء الله باذن الله. لكن خلينا كمان بقى نتكلم في المونديال بظروفه يا باشمهندس، لان الوضع كان صعب وكواليس كتير جدا، وانا لازم اتطرق مع حضرتك ليها، لان حضرتك تواصلت مع الفيفا مرارا وتكرارا في عز القصه بتاعه تعارض مونديال الانديه مع كاس الامم الافريقيه، وكنا بنحاول نشوف حل، وحضرتك تحديدا كنت بتحاول تشوف حل من خلال علاقاتك مع الاتحاد الدولي لكره القدم. قول لي في البدايه ايه اللي حصل في التوقيت ده لحد ما وصلنا ان خلاص ما فيش اي حل وكان لازم نشارك بالشكل ده. والله طبعا احنا من اول يوم ما عرفنا ان في حته تلاحم ما بين التوقيتين، ما بين بطوله افريقيا يعني او الافكون، وفي نفس الوقت كاس العالم للانديه، احنا عملنا يمكن اكتر من 3 اجتماعات، وبرده كان بتوجيهات من رئيس النادي كابتن محمود الخطيب بكل الاطراف اللي هم بيسميهم الستيك هولدرز، يعني كان الاتحاد المصري لكره القدم، وكان الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي واللجنه المنظمه هنا في لكاس العالم. والحقيقه كنا بنحاول نوصل لاي حل، لان طبعا ما ينفعش النهارده انك انت بتعمل بطوله عالميه زي دي وتبقى طبعا. في نفس الوقت يبقى في بطوله افريقيا واحنا كنادي اهلي يعني اكتر فريق عنده لعيبه في الاتحاد سواء اللعيبه يعني المحليين الدوليين اللي هم المصريين، او اللعيبه الاجانب سواء بدر بنون او معلول او ديانج. لكن الحقيقه كنا متخيلين ومتوسمين ان الناس دي هتتفهم هذا الموضوع، الموضوع هيمشي، ويمكن في حصل تصريح من رئيس الاتحاد السابق ان الاهلي هيلعب بكامل نجومه، فالحقيقه حتى بعتنا له جواب شكر بالزبط. لكن للاسف ما حصلش.
ودي طبعا الحقيقه لو قلت يعني حاجه المفروض ما تحصلش من الاتحاد الدولي. يعني ما ينفعش برضو الاتحاد الدولي ينظم بطوله عالميه زي دي ويبقى في نفس الوقت في بطوله مهمه جدا وهي بطوله افريقيا. وطبعا احنا كنادي الاهلي ويمكن الكابتن خطيب وضح ان احنا طبعا لازم نقف مع منتخب مصر، والحمد لله ان احنا النادي الاهلي طول عمره داعم لمنتخب مصر، مش بس في افريقيا، مش بس في الكوره، لا في جميع الالعاب. فليه البلد ليها حق علينا، لكن برضو في نفس الوقت احنا بنمثل مصر وافريقيا في بطوله عالميه. فالحقيقه كان موضوع دمه تقيل، لكن ده الحقيقه ما خليناش نفقد الثقه. اولا احنا عندنا لعيبه على اعلى مستوى، النادي الاهلي واداره النادي الاهلي وفرت للجهاز الفني لعيبه على اعلى مستوى، فحتى لو في نقص احنا كان يعني عندنا برضو رجاله. والحقيقه يعني ظهروا امبارح. عايز اتطرق لامبارح وللرجاله دي في الحقيقه، لكن عشان اقفل ملف الفيفا وعشان جمهور الاهلي كله يعرف ان النادي نفسه ما قصرش في محاوله ايجاد حل للمشكله دي، كان ايه مبرر الفيفا وردكم او ردهم عليكم يا باشمهندس؟ كان بيقول لكم ايه؟ مش هنعرف ناجل ليه او مش هنعرف نعدل ليه؟ ما عندهمش مبرر، ما فيش يعني رد. يعني يمكن اخر اجتماع احنا عملناه هنا في الفندق هنا ما جم زورونا الفيفا، قال لك احنا متفاهمين وعارفين ان الظروف صعبه، لكن احنا حاولنا زي ما بيقولوا لكن فشلنا. قلت لهم يعني انتوا فشلتوا تاجلوا البطوله اربع ايام؟ يعني احنا بنتكلم على اربع ايام. قال لك اصل هي البطوله كانت الاول في اليابان في ديسمبر، وبعدين اتنقلت عشان كورونا اتنقلت، فاحنا في ظروف استثنائيه والكلام ده. يعني بص الحقيقه مبررات بدون حاجه ملموسه، يعني ملموسه خالص. يعني هم حتى فشلوا انهم يردوا، لكن هنقول ايه؟ احنا برضو يعني احنا كنا جايين تعاملنا مع الموقف، عندنا طموح، الحمد لله ربنا كرمنا عشان الجمهور العظيم اللي بيقف يعني في الاخر. يعني طبعا احنا عندنا رجاله كان شكلهم عامل ازاي في الملعب امبارح، لكن برضو لازم ادي حق الجمهور بتاعنا اللي بيقازر الفرقه 90 دقيقه يخلي الحجر ينطق. فالحمد لله رب العالمين بفضل الله ثم بجمهورنا العظيم اللي هو بيبقى معانا وواثق فينا سواء في ظروف استثنائيه او ظروف صعبه، ربنا سبحانه وتعالى كرمنا عشان الناس دي ترجع مبسوطه. لكن انا عايز اقول حاجه يا امير، اتفضل. زي ما احنا كلنا متعودين وزي ما تربينا في النادي الاهلي، احنا بنقفل الصفحه بتاعه مونتري، بنفكر دلوقتي في الماتش الجاي، عندنا ماتشين، طموحنا كبير وثقتنا كبيره جدا في لعبتنا. ويمكن الكابتن خطيب دلوقتي على تواصل مع اداره البعثه في الكاميرون ازاي نقدر نجيب لعبتنا باسرع وقت. اخر التطورات في الملف ده بقى ايه؟ احنا شغالين، يمكن دلوقتي كان الكابتن خطيب بيكلمني وكان في زي كونفرنس بيني وبينه وبين العمري فاروق ان احنا ايه اسهل طريقه نجيبها، وشغالين فيها وان شاء الله باذن الله نجيب لعبتنا بكره باذن الله بعد ما يكونوا فازوا باذن الله تعالى بالنتيجه المباراه النهارده مع السنغال، ويكون ربنا يكرمنا. لان في الاخر احنا كلنا عايزين مصر طبعا بطله افريقيا، واحنا بقى لنا كتير غايبين عن بطوله افريقيا كمصريين. فان شاء الله باذن الله ربنا يكلل جهود فريقنا القومي بنجاح، وان شاء الله يتغلبوا على السنغال ويجيبوا لنا كاس البطوله وفرقتنا تجينا بكره. وباذن الله تعالى يبقى الماتش الجاي يبقى بنلعب على الاقل يبقى وجود الفريق الاساسي بتاعنا، لان زي ما انت عارف احنا حتى في اما ايدنا الفرقه ايدنا اللعيبه الخمسه الاساسيين بتوعنا. طبعا احنا عندنا غيابات كاصابات سواء زي كابتن الفرقه الشناوي طبعا الشناوي او اكرم توفيق وبدر بنون طبعا، لكن ان شاء الله باذن الله تعالى يقولنا، وان شاء الله يبقى يعني نحاول نحقق طموح جماهير النادي الاهلي العظيم باذن الله. في جزئيه مهمه حضرتك اتكلمت فيها يا باشمهندس، وهي جزئيه ثقافه الاهلي وعقليه الاهلي، ان انت حتى ما بتكسب انتصار مهم زي الانتصار بتاع امبارح في ظل الصعوبات الكتير بتقفل، بتفرح في نفس اليوم، بس ثاني يوم بتقفل الصفحه وبتركز في الماتش اللي بعده والتحدي اللي بعده. لكن انا عايز اتطرق لما قبل مباراه مونتيري، وحضرتك رئيس بعثه النادي الاهلي، اكيد كان ليك دور كبير جدا في الحديث مع الجهاز الفني واللعيبه علشان الظروف والاجواء، معنويا ممكن اللعيبه تتهز شويه باصابه زمايلهم، حاسين ان هم ناقصين شويه، اكيد كان في دور اداري قوي جدا جدا في المرحله دي. بص احنا يعني اولا احنا متربيين جوه النادي الاهلي طبعا. عارفين كل واحد عارف مسؤولياته، احنا كسواء رئيس بعثه او اداره البعثه كلها جايه عشان ايه؟ حاجه واحده بس، انها تدي الدعم والسبورت وتطلع الفرقه بتاعتنا من اي اجواء بره
ان هم بس يكونوا مركزين في الماتشات بتاعتهم والبطوله العظيمه اللي احنا فيها دي، اللي احنا ربنا يعني مشرفنا ان احنا سابع مره النهارده بنشترك فيها. وجود طبعا كابتن محمود الخطيب ده له اثر كبير قوي في 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 نفوس الفريق، وان هو يجي لنا امبارح ويفضل قاعد مع الفرقه ويتكلم معاها. وجود الكابتن حسن حمدي كداعم وهو يعني الرئيس الاسطوره للنادي الاهلي، وجوده في وسطنا برده ما فيش شك ان ده له دافع. جماهير الاهلي العظيمه دافع كبير. اللعيبه الرجال اللي انا كنت شايف، والله انا يمكن حتى كنت بتكلم مع كابتن خطيب اول امبارح بقول له يا كابتن باذن الله تعالى ربنا هيكرمنا، انا شايف كان في تفاؤل واضح بصراحه عند البعثه، الفرقه مركزه وقد ايه عايزين يثبتوا وجودهم. وفعلا زي ما بنقول الاهلي بمن حضر، وربنا كرمنا زي ما قلنا باذن الله نقفل هذه الصفحه، نفكر في الماتشين اللي جايين او الماتش اللي جاي بالذات، وربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نعمل حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. اخيرا عشان ما اطولش على حضرتك، رساله لجمهور النادي الاهلي اللي دايما بيحب بطوله كاس العالم للانديه وعنده طموح كبير قوي فيها، وبنحلم في يوم من الايام ان احنا ناخد كاس العالم، مش بعيد علينا كاسم كبير زي اسم النادي الاهلي. بص يعني اصلا ما فيش حاجه تقدر تعبر عن اللي اقدر اقوله جماهير النادي الاهلي. زي ما قلت ودايما بنقول، جمهور النادي الاهلي ده اعظم جمهور في الكون. جمهور النادي الاهلي ده هو الدرع والسيف، جمهور النادي الاهلي ده بعد ربنا سبحانه وتعالى هو السند، جمهور النادي الاهلي ده هو العجله اللي بتدفع اي واحد زي ما قلت لك تخلي الحجر ينطق. بالظبط. فالحقيقه يعني ربنا يكرمنا بجمهورنا، ربنا يجعلنا دايما سبب سعاده جماهيرنا الاهلاويه خاصه والشعب المصري عامه ان شاء الله، وباذن الله تعالى ربنا يكرمنا ونقدر نعمل حاجه كويسه ونحقق الطموح بتاع جماهير النادي الاهلي ان شاء الله. ونتقابل تاني ونبارك لبعض بالوصول للنهائي باذن الله واحد احد يا رب ان شاء الله بوجودكم معانا. وانا الحقيقه لازم اشكر طاقم قناه الاهلي اللي الحقيقه يعني لا يدخروا جهد ولا وقت انهم يعملوا حاجه كويسه يشرفوا بيها الكيان طبعا. اللي هو اللي هم بيحملوا هذا الشعار ورمز النادي الاهلي. ده واجبنا، وطبعا بنشكرك على اللقاء ده يا باشمهندس، وكل التوفيق لحضرتك ولكل المسؤولين في النادي الاهلي والفريق باذن الله في طول كاس العالم. بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا باشمهندس. شكرا. طبعا ده كان لقائنا مع المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق هنا في ابو ظبي. كلام كان مهم جدا، وكواليس اكتر كمان كانت مهمه عرفناها من خلاله. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي فيما هو قادم من تحديات في كاس العالم للانديه. مبدئيا مباراة بالميراس كل التركيز منصب عليها مباشرة تاني يوم بعد انتهاء مباراة مونتيري، وان شاء الله الاهلي يكون موفق ونفرح اكتر واكتر بفريقنا في نهائي كاس العالم باذن الله تعالى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. زي ما حضراتكم شفتوا كلام مهم جدا قاله المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي ورئيس بعثه النادي الاهلي في الامارات. بالعكس كمان احنا اللي بنشكر كل اعضاء النادي الاهلي او رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وكل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي على كل التسهيلات الحقيقه اللي قاموا بيها خلال الفتره السابقه علشان نقدر ننقل لحضراتكم كل هذه اللي بيحصل في بعثه النادي الاهلي. ده بيبقى دايما من خلال تسهيلات دايما بناخدها من النادي الاهلي ومن مجلس اداره النادي الاهلي. كلام مهم جدا قاله المهندس خالد مرتجي، ولكن خلاص اتعرف ان البعثه هتيجي النهارده على القاهره ان شاء الله، وبكره ان شاء الله يرجعوا مره اخرى الخمس لاعبين الدوليين معاهم بقى الشناوي او مش الشناوي ايضا بكره هيبان ان اذا كانوا هيرجعوا ولا لا بكره ان شاء الله. هو طبعا يعني زي ما قلنا طبعا بنشكر طبعا مجلس الاداره على محاولاته ان هو طبعا اللعيبه تسافر بطياره خاصه على طول، بس امير وضح ان يعني هتلاقي الوقت كمان هو يبقى هو يعني. وانا اعتقد ان برضو وصولهم ان شاء الله باذن الله مع اللعيبه خلاص احنا بقينا الاثنين يعني هيبقى صعب مشاركتهم في المباراه يوم الثلاث. ان شاء الله باذن الله يكون لهم دور بقى لو ربنا سهل، وان شاء الله عدينا المرحله اللي هي بتاعه نصف النهائي دي ولعبنا النهائي كلهم ان شاء الله ادوار. فرقه النادي الاهلي طبعا في البدايه واحنا رايحين زي ما بقول لك نتيجه للظروف ما كانش حد يعني بيقول ربنا سهل بس يبقى الشكل حلو واللعيبه تادي وتعمل اللي عليها. انما من الاداء اللي شفناه الحقيقه يعني امبارح اداء قوي جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي. اللعيبه تحس انها عندها ثقه كبيره، حتى اللعيبه اللي بتشترك لاول مره مع الفريق قدموا مباراه كويسه، كوره حلوه الحقيقه، لعبوا بامكانيات اللي موجوده حاليا في تشكيل النادي الاهلي، وقروا طبعا المنافس كويس. يمكن اجيري اللي هو المدير الفني بتاع مونتيري
عنده الحته الهجوميه والضغط العالي كان كبير قوي، فادى ده ادى مساحات للاعيبه النادي الاهلي انها يعني تمتلك الكوره وتلعب في المساحات الفاضيه. والحقيقه يعني وصلنا للجون اكتر من مره وضيعنا اكتر من فرصه. اتعشى من الفرص دي يعني، يعني نحاول ان احنا نستغل بقى الفرص اللي هتيجي في المباراه اللي جايه، لان المباراه اللي جايه مش هيجي لك كم الفرص دي. تلعب مع فرقه كبيره لعبتها قبل كده، المكسب يوديك او يوصلها النهائي، هيبقى مباراه قويه جدا. الكره البرازيليه بقى الجميله برضو، هم نفس طريقه برضو الكره المصريه، بيبداوا من تحت ويلعبوا الكره المثلثات الصغيره. لعيبه برضو عندها مهارات عاليه، بالتالي النادي الاهلي لازم يواجه الكلام ده برضو بالتامين الدفاعي برضو، واللعب زي المباراه بتاعت اللي فاتت بتاع مونتيري على الهجمات السريعه في نص الملعب، مستغل سرعات طاهر محمد طاهر، او لو شريف قدر لحق يعني وكان ممكن ان هو يقدر يشارك، لان اعتقد ان شريف برضو هتلاقيه من جواه عايز ان هو يشارك بقى مع النادي الاهلي، ويشارك بالزبط في مكانه الطبيعي، ويثبت لنفسه ويثبت للناس كلها ان هو هداف الدوري وهداف مصر كلها وراس حربة مصر، فده ممكن يكون عنده الحافز. انما اعتقد زي ما قلنا قبل كده اللعيبه اللي هي مجهده زي حمدي فتحي والسوليه صعب ان هم ياخدوا مباراه، لان المباراه هتبقى برضو تقيله، واعتقد ان هيبقى فيها كميه جري برضو كبيره. نعم. يعني يا رب كل التوفيق زي ما قلنا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني خلال الفترة السابقة. الحقيقة أيضا يا رب كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراته القادمة، وعلى الجميع أن يقف مع النادي الأهلي خلال المباراتين القادمتين إن شاء الله. عندنا مباراتين إن شاء الله، إن شاء الله تبقى المباراة الثانية إن شاء الله بعد يوم الثلاث تبقى المباراة. الدعم الكامل بقى طبعا من جمهور المصري. نعم. كله طبعًا. زي ما احنا قلنا النادي الأهلي بيلعب باسم مصر. الأهلاوية بقى يعني دلوقتي يتفرغوا بقى كمان، ليه؟ لانه كان الاهلاويه مشتتين شويه ما بين برضو المنتخب وفي نفس الوقت النادي الاهلي بيلعب. لا دلوقتي كلنا ورا النادي الاهلي، مزبوط. لان ممكن النادي الاهلي يعمل انجاز ويوصل لمباراه نهائيه لا يقل انا في رايي يعني لمصر عن بطوله الامم الافريقيه، لان احنا بطوله الامم الافريقيه برضو لعبنا النهائي يا جماعه، وصلنا للنهائي، وده في حد ذاته بالنسبه للظروف انجاز. عايزين النادي الاهلي زي ما عودنا دايما، والفرحه الكبيره اللي بيمثلها النادي الاهلي لينا ان هو ان شاء الله باذن الله يوصلنا برضو للمباراه النهائيه. وليه لا؟ ليه لا؟ عالم ربنا يسهل ان شاء الله ونبقى ابطال العالم، كل شيء جايز. وبالتالي ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. وزي ما قلت لحضراتكم بكره ان شاء الله برضو هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشره، بس هنرجع بقى في مواعيدنا الطبيعيه الساعه 10 بالليل نكون مع حضراتكم لنقل كل ما يخص بعثه النادي الاهلي. طيب طبعا كالعاده خلونا ننتقل الى الزميلين العزيزين احمد اسامه ومحمد فارس، برضو نعرف منهم اخبار المنتخب واخبار النادي الاهلي ووجهه نظرهم في هزيمه منتخبنا الوطني النهارده، وجهه نظرهم في فوز النادي الاهلي امس على مونتري المكسيكي. اهلا بيكم طبعا وسعداء جدا بوجودكم معانا يا احمد انت وفارس، وهارد لك طبعا لمنتخبنا الوطني، وفي نفس الوقت على الجانب الاخر مبروك طبعا لفوز النادي الاهلي امبارح، وان شاء الله ان شاء الله يبقى يكون هناك فوز اخر يوم الثلاثاء اللي جاي. اهلا بحضرتك كابتن اسلام، واهلا بالكابتن محمد حشيش. كنا نتمنى بالفعل النهارده نكون طالعين فرحانين بفوز مصر ببطولة افريقيا، كنا شايفين ان احنا نستحق، بذلنا مجهود كبير، ولكن قدر الله وما شاء الله فعل. لكن مبروك للنادي الاهلي، عزيمة الرجال قدرت تتخطى مباراة صعبة جدا، وان شاء الله ان شاء الله نستكمل المشوار ونصعد للمباراة النهائية، ونشيل لمسة الحزن على جماهير كرة القدم المصرية وتحديدا جماهير النادي الاهلي. كده كابتن اسلام بنشكر حضرتك وبنشكر الكابتن محمد حشيش، واحنا هنا عهدنا بالجمهور ان الاهلي في المونديال، واكيد كمان ان شاء الله منتخبنا في المونديال. حلم ما قدرناش نحققه النهارده، بس عندنا حلم اكبر اكيد هنقدر نحققه باذن الله. نشوفكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الثاني من الاهلي في المونديال. بالتاكيد كلنا كنا عندنا امال عريضه ان منتخب مصر يحقق البطوله الغاليه. لاعبين وجهاز فني ومسانده ودعم كامل من كل مؤسسات الدوله ومن جماهير كره القدم اللي يعني سافرت وراء المنتخب كتير وكتير. ثلاث مباريات بنلعب اشواط اضافيه، مجهود غير طبيعي، مجهود خرافي كان الجميع خلف منتخب مصر. كنا نتمنى
ان المجهودات دي كلها تتوج في النهايه بكاس البطوله، ولكن قدر الله وما شاء الله فعل. بالتاكيد صوره تريزيجيه وبعض اللاعبين تحديدا، هو بيقول دي تاني مره نصل للنهائي ونخسر البطوله، ارقام كانت مش في صفنا الليله اطلاقا. اول مره منتخب السنغال يفوز بالبطوله، اشياء كثيره يا فارس، لكن اكيد اكيد كنا نتمنى الفوز بالبطوله، اكيد كنا نتمنى الفوز بالبطوله، واكيد كنا نتمنى نفرح النهارده، بس على الاقل احنا فخورين بمجهود اللعيبه، فخورين بمحاولاتهم. كل الناس النهارده بتدي اللعيبه حقها وبتدي المنتخب حقه، اكيد زعلانين على اللقب، ولكن ما نقدرش نقول ان اللعيبه قصرت، لا، اللعيبه حاولت واللعيبه اجتهدت، ظروف صعبه جدا. بتبدا البطوله باصابه اكرم توفيق، بعمر كمال بيعمل اللي عليه، ما بيكونش موجود النهارده امام عاشور بيكون موجود، بتشوف في نفس الوقت اصابه الشناوي اللي كان بيتقال عليه في بدايه البطوله انه 50% من قوه المنتخب، بتلاقي ابو جبل بيسد مكانه وبيكون راجل وبيكون قد المسؤوليه وبيكون عند حسن ظن كل الشعب المصري، ودموعه النهارده غاليه علينا. كمان حجازي ولاعب مهم جدا بيغيب نتيجه الاصابه، بتشوف مكانه ثنائي زي الونش ومنعم، الاثنين بيلعبوا بروح وبيسدوا مكانه، فمحدش اتاخر بحاجه، محدش بخل بمجهود، حاولنا. والمهم جدا ان لو النهارده كان في خطوه على الحلم ما قدرناش نحققها، فعندنا حلم قريب جدا مع نفس المنافس وهو السنغال، ما ينفعش نفرط فيه، ولازم نبني من النقطه دي، واوعوا ترجعوا لنقطه الصفر، لان دي هتكون اكبر غلطه ممكن. كنا المره اللي فاتت بنحتفل يا فارس وبنا علم مصر، ما زال موجود علم مصر، لان مش مباراه هي اللي هتخلينا ننحي علم مصر جانبا. فخورين بيكم، انتوا لعبتوا بتشيرت منتخب مصر، مثلتوا منتخب مصر خير تمثيل دائما وابدا. احنا بنشوف معدن الرجال، النتيجه دي كلها بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. لو كان ربنا رايد النهارده ان جماهير الكره المصريه تفرح، كنا بالتاكيد ممكن نحقق الفوز بركلات الترجيح اللي احنا متمرسين فيها. احنا بنخسر ركلات الترجيح من اول مره من 1984، بنخسر ركلات الترجيح في النهائي لاول مره بعد ما فزنا بيها مرتين. الغريب ان منتخب السنغال بعد ما خسر بركلات الترجيح مرتين بيحقق في امم افريقيا الفوز بركلات الترجيح، اول بطوله تكون في تاريخ منتخب السنغال بعد خساره نهائيين. اكيد ارقام سلبيه كتير جدا، حتى السيناريوهات اللي احنا كنا عايشين عليها وبنرسمها لسيناريو 98 او اي سيناريو كان حاصل 72، كان النهارده في حاله عدم توفيق في ركلات الترجيح، لكن كل اللعيبه عملت اللي عليها، وهو ده المهم. المهم انك تلعب راجل، مش مهم توصل لايه او تحقق ايه، قد ما تقدم نفسك وتبذل كل جهد لديك عشان تصل لهدفك. يمكن عشان نكون امناء، منتخب مصر قابل ظروف صعبه كتير، مش هو المنتخب الاقوى في القاره، وده لازم نكون واضحين مع انفسنا، ولكن كنا بنشتغل بالروح وبالعزيمه وبالضغط، وبنقدر نشتغل في حدود امكانياتنا اننا نصل لركلات الترجيح. ما كانش لنا مع منتخبات قويه غير القصه دي، غير الوصول ده. لما تلعب كل عدد المباريات ده 16 8 دور قبل نهائي نهائي، وكمان تلعب ثلاث مباريات في دور المجموعات وتسجل اربع اهداف، نسبه قليله جدا، لكن كان عندك حاجه قادر تبني عليها، وهي دي اللي ممكن تستغلها امام السنغال في المواجهه اللي خلاص اصبحت مواجهه رد اعتبار، مواجهه انك تحقق بطاقه التاهل ان شاء الله لكاس عالم الانديه امام نفس المنتخب، وهي فكره حراسه المرمى وخط الدفاع والقوه الدفاعيه. المنظومه الدفاعيه لمنتخب مصر عظيمه جدا، يمكن لاول مره منتخب مصر يحافظ على نظافه شباكه خمس مباريات في كاس افريقيا في بطوله واحده ونخسر اللقب. عملناها مره قبل كده، حافظنا على نظافه شباكنا 1998، ولكن قدرنا وقتها نحسم اللقب. يمكن الحظ ما كانش معانا النهارده، لكن مهم جدا بالاجتهاد، ان شاء الله التوفيق يكون معانا في مواجهه منتخب السنغال، لان دي مواجهه بقت مهمه ومهمه جدا، وان شاء الله نحقق الصعود للمونديال. لكن كان في كلام مهم جدا من غرفه الملابس بعد المباراه للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه مع لاعبي منتخب مصر بيشد من ازرهم، يعني ممكن نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب. كل مصر بتحترمكم وبتحترمكم اكتر واكتر، وانا كمان كل اللي انا شخصيا او احنا قاعدين دي موجود بطوله وخلصت، لكن احنا عندنا بطولات تانيه، واعتقد ان احنا عندنا ماتشين ومش هنسيب حقنا، اقولها كمان مره، اعتقد ان احنا عندنا ماتشين ومش هنسيب حقنا. الجوله ما خلصتش، ان شاء الله نبقى اقوى. احنا في البدايه خالص، من البدايه يعني
كنا بنقول بس عايزين نزق لاعلى حاجه. عملنا ثلاثه نهائي يعني من اول كوت ديفوار وبعدين المغرب وبعدين طبعا الكاميرون والنهارده كمان. فمفيش فريق مشي في الخط ده ومفيش فريق عمل الاكسترا الكاس اللي حصل. لكن ان شاء الله احنا عندنا كاس العالم والتأهيل وانا واثق فيكم وكلنا واثقين فيكم جدا جدا. احنا عندنا دلوقتي فريق نفتخر بيه ونعتز بيه. خلاص اللي حصل ما كسبناش، هنتضايق وهنزعل، كلنا هنتضايق وكلنا هنزعل، محدش هيقول او هنقول لا ده احنا مش معلش ومش زعلانين، زعلانين هنزعل، بس هنزعل ده وهنكسر وهنزعل نقف تاني ونبقى افضل ونبقى اقوى. لا هنبقى افضل ونبقى اقوى واحنا مش هنسيب حقنا. كانت جملة واضحة جدا ومهمة جدا، وده اللي احنا كنا حتى لسه بنقوله في الانترو، ان عندنا مواجهة امام منتخب السنغال قادرين. هتقول ازاي ومنتخب السنغال هو اقوى فريق في القارة؟ وده مش كلام مرسل، هو منتخب الجزائر. هقولك النهاردة تدينا دوافع مهمة جدا، قادرين اننا بإذن الله في المباراة الاولى نطلع بشباك نظيفة ومعانا حارسين انا من وجهة نظري كانوا هم الافضل في البطولة، ولكن لأنهم اقتسموا عدد مباريات البطولة ففاز بها حارس آخر وهو أفضل حارس في العالم إدواردو مندي. ولكن عندنا شناو موجود، عندنا أبو جبل موجود، عندنا كتيبة في خط الدفاع تقدر لو أنت أنا فارس قدرنا نسجل هدف نظيف فقط لا غير وده قادرين عليه في ماتش القاهرة، أنا واثق إننا قادرين نطلع من السنغال ببطاقة التأهل إن شاء الله. أنا متفق معاك وأنا مع المدرسة دي، مع المدرسة اللي بتقول إن أنت مش محتاج ترجع للخلف، مع المدرسة اللي بتقول إن أنت عندك حاجة تبني عليها، مع المدرسة اللي بتقول إن أنت لازم تجدد دوافعك، مع المدرسة اللي بتقول طالما أنت حققت نتائج إيجابية حسستك إنك قريب جدا. يا جماعة إحنا لعبنا كل المنتخبات اللي لم يكن يتاح لينا قبل تصفيات كأس العالم أو المباراتين الفاصلتين إن إحنا نلعبه. لعبنا كوت ديفوار، لعبنا نيجيريا، لعبنا الكاميرون، لعبنا المغرب، لعبنا مدارس مختلفة، والنهارده السنغال. هتيجي تقول لي السنغال كانت متفوقة فنيا في الملعب، هقول لك اه، بس حط في اعتبارك ظروف كتير جدا، حط في اعتبارك انك لاعب قبل النهارده ثلاث مباريات وقت اضافي والنهارده بتلعب المباراة الرابعة، وانا بمنطق كرة القدم وبمنطق الحسابات البدنية كان طبيعي انك تنهار في المباراة اللي فاتت امام منتخب زي الكاميرون، كان لاعب امام حتى منتخبات وفرق اقل، فكان الطبيعي انك تنهار قدامه في المباراة وده ما حصلش. فانت النهارده ما اقدرش اقيس واقول ان انا بعيد عن السنغال، انا مختلف، انا شايف ان لينا حظوظ امام السنغال في المباراتين الفاصلتين ونقدر نلعب بحسابات مختلفه تماما. وعشان كده كل المسؤولين عارفين ده كويس وعارفين ان احنا في لحظه مهمه لازم ننطلق منها لهدف كمان مهم وهو امال المصريين في كاس العالم. بالتاكيد يا فارس، ولكن ايضا محتاجين من كارلوس كيروش ان يكون عنده زي ما صحح المنظومة الدفاعية وبدأ يكون منتخبنا صلب جدا لدرجة ان انت خلاص بقينا قاعدين بنتفرج ومقتنعين تماما ان انت قادر تصل للمباراة وشباكك نظيفة. دي نقطة مهمة جدا ومجهود يعني مبذول من المدير الفني، واحنا دايما بنقول على الايجابيات وايضا بنقول على السلبيات. وجهة نظري ان في عندنا مشكلة في الشق الامامي في الجانب الهجومي في تطوير التحولات من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية، مش شايفين باترن، مش شايفين نمط لمنتخب مصر في الحالة الهجومية، اللهم إلا بعض الالتحامات الهوائية اللي كان بيعملها مصطفى محمد وتحول الأمر لفكرة القوة ومحاولة الفوز بالكرة الثانية السكند بول ونلعب على صلاح. نتمنى يكون في درس مستفاد لكروش من البطولة العربية والبطولة الأفريقية. وأنا هنا عايز أقف عند نقطة كنا ما اتكلمناش فيها بعد مباراة الكاميرون أنا وفارس، نقطة تغيير كابتن محمد شريف، وقلنا هنبقى مع المدير الفني وهندعم المدير الفني، والإحصائيات بتقول إن محمد شريف من ضمن ال 11 اللي على أرض الملعب هو اللي أهدر آخر ركلتين ترجيح، واحدة مع منتخب مصر في البطولة العربية وواحدة مع النادي الأهلي في السوبر المصري. وبالتالي بما إننا خلاص وصلنا لدقيقة 120 فممكن تلعب ركلة وركلة، مش عارف الدنيا ممكن تمشي إزاي، فالتغيير يكون محمد شريف لأن أنا مش هقترب من المنظومة الدفاعية فأستقبل هدف أمام الكاميرون في آخر ثلاث دقائق، فقررت إن أنا أسحب شريف. أنا من وجهة نظري المعالج للأمر ده كان كيروش نفسه. ليه؟ لأن كيروش نفسه فكرة الحضن والاعتذار الضمني اللي بعد المباراة كان المفترض عشان يقول لشريف أنا بثق فيك، لأن هو الطبيعي لما بشرك شريف إكسترا تايم
مرتين فانا بثق فيه كمهاجم، لما بشيله وبنزل زيزو فانا بثق في زيزو كمسدد لركلات الترجيح ومسدد لركلات الجزاء. فالمفترض من وجهه نظري الحضن ده كان يستمر دوافع ايجابيه النهارده، كامل الاحترام طبعا لمروان حمدي اللي نزل النهارده وسدد ركله ترجيح، ولكن انا المفترض ادي لشريف وقت اكتر من كده، لان هو ده اللي هيخلي شريف يستشعر ان المدير الفني واثق فيه. فكره ان يكون افضل مهاجم في مصر وهداف الدوري المصري حتى هذه اللحظه يا فارس ما زال بينزل مع منتخب مصر، عاوز يثبت اولا للمدير الفني ان انا قادر ان انا اشارك او ان انا العب، دي بشوفها ضغوط واعباء نفسيه بتخلي الامر صعب جدا. يعني تخيل مروان حمدي كان بره القائمه ومحمد شريف كان جوه القائمه، تمام؟ مروان حمدي لعب عدد دقائق في البطوله دي اكتر من محمد شريف، مروان حمدي لعب 66 دقيقه مقارنه ب 54 دقيقه لمحمد شريف. هنا لازم اقول في مشكله وعلى كيروش ان هو يعالجها، لان كيروش من وجهه نظري خسران مهاجم مميز جدا. اما محمد شريف بقول له انت لازم تكون صلد، انت لازم تكون واثق من نفسك، انت بتلعب في نادي كبير اسمه النادي الاهلي، انت عندك تحديات كبيره مع النادي الاهلي، احنا محتاجين نشوف محمد شريف في كاس العالم للانديه بشكل مغاير وبشكل مختلف، لان احنا واثقين في محمد شريف وعندك مدير فني واثق تماما في محمد شريف وجماهير بتدعم محمد شريف، فلازم تكون كمحمد شريف واثق بشكل كبير جدا على اي تحدي وتقدر تثبت للجميع ان انت من اهم وافضل مهاجمي كره القدم المصريه. لا في الحته دي بقى انا متفق معاك، بس عندي حاجه كمان. احيانا ممكن تيجي تقول ان كيروش عنده دوافعه الفنيه اللي طلعت صح بان هو اشرك لاعبين وكان لهم الافضليه على حساب شريف، طب ده حصل؟ لا. وهنا المشكله الكبيره، انا ما عنديش مشكله ان انت يكون مدرب عندك افكار او شايف ان شريف اللي كان من اكتر اللاعبين اللي ساهموا في اهداف للمنتخب قبل ما انت تيجي كان عندهم بعض السلبيات، ما عنديش مشكله، بس اشوف ان انت انتجت، انت في دور المجموعات احنا بنسجل هدفين، قدام الفرق الكبيره كلها احنا ما سجلناش اهداف باستثناء امام المغرب، قدام كوت ديفوار لم ننجح في التسجيل، قدام الكاميرون لم ننجح في التسجيل، قدام السنغال لم ننجح في التسجيل، قدام نيجيريا لم ننجح في التسجيل. إذن أنا عندي مشكلة هجومية في منتخب مصر، إذن أنا عندي مشكلة في إنهاء الهجمة، إذن أنا عندي مشكلة على إطار إنهاء الفرصة. كل الكلام ده حاصل. طيب لو أنا شايف إن اللي بيلعب بيجيب مردود هقول تمام كيروش مكمل، وجهات نظر المدير الفني تحترم، إنما أنا شايف إن ده ما بيحصلش. إذن فكرة عدم حصول شريف على الفرصة المستحقة وحط تحتها 100 خط لحد دلوقتي مع كيروش هي سلبية كبيرة جدا جدا جدا، والله ما بنقولها حرصا على شريف بقدر ما هو حرصا على المنتخب. ولو كيروش هيطلع من التجربة دي ويعيد حساباته هيعرف ان المباراة الوحيدة مع المنتخب الكبير اللي تفوقنا فيها وهي مباراة المغرب بأهداف كان محمد صلاح فايق فيها، باستثناء كده احنا ما بنجيش هجوميا، ودي مشكلة كبيرة جدا. أتمنى كيروش يراجع نفسه فيها، لأن شريف فعلا يستحق، وشريف ما كانش يستحق يخرج بالشكل اللي خرج بيه، ولكن تقبلناه في وقتها عشان ده مصلحة منتخب مصر وما زلنا متقبلينه. ولكن اللي احنا مش متقبلينه ان يتم إبعاد اللاعب بالجاب ده عن منتخب مصر والمنتخب محتاجه، وهو الهداف يا فارس، وهو هداف المباريات مع كيروش، هداف منتخب مصر مع كيروش محمد شريف. انا بدأت كلامي كده، لا مع كيروش نفسه. ايوه انا قصدي اكيد على كيروش. والغريب بالزبط. بالنسبه لي ان انا قلت لو انت بتغير استراتيجيتك ولاقي نتيجه افضل يبقى الكلام ده منطقي، انما الكلام غير منطقي اطلاقا. ومحمد شريف له الدعم من كل اهلاوي، وان شاء الله محمد شريف يلحق ببعثه النادي الاهلي في المونديال ويساعد النادي الاهلي في تخطي بالميراس. نشوفكم بعد الفاصل ومعانا اخبار كتير جدا من الاهلي في المونديال. اهلا بحضراتكم من جديد وباقي فقرات الاهلي في المونديال. كان عندنا كلام كتير قوي قوي ممكن يتقال في مباراة الأهلي ومونتريال المكسيكي، ولكن يعني الحالة اللي حصلت ونتيجة مباراة منتخب مصر والسنغال يعني خلت الأمور تكون أصعب بكتير، لكن ده ما ينفعش أبدا نعديه من غير ما نشكر رجال النادي الأهلي. شكرا لأهم فصل في فصول رواية الأهلي بمن حضر، الرواية التاريخية من وجهة نظري يا فارس، دي أهم مباراة في تاريخ النادي الأهلي، مع كامل احترامي لمباراة 1995 85 مع كامل احترامي لمباراة الكونفدرالية، مع كامل احترامي حتى مباراة الزمالك في الدوري اللي غاب فيها 6 لاعبين أساسيين وفوزنا 2-1،
وايضا مباراه شبيبه القبائل لما فزنا 2-0 باربع لاعبين اساسيين والباقي من الاحتياط. اعتقد النهارده انك تفوز امام قاره قويه امريكا الشماليه امام فريق قوي القيمه التسويقيه عاليه جدا وتكون كل امورنا وبنتكلم عايزين يا جماعه بس نشوف اداء مشرف فتفوز اعتقد ده اهم فصل من فصول رؤيه الاهلي المرحله. متفق معاك يا اسامه في كره القدم خلقت القواعد وخلق ايضا النادي الاهلي ليكسر كل تلك القواعد. خلق النادي الاهلي ليكتب مجد جديد ودايما يفاجئنا بكل حاجه احنا مش متوقعينها لان النادي الاهلي بمن حضر النادي الاهلي مختلف. النادي الاهلي فعلا فعلا عنده اراده يتكتب فيها كتب ويتكتب فيها حكايات. وبما اننا بنكلمكم عن الحكايات معانا الدكتور محمد السعدي معلق قنوات الكاس واحد المهتمين بالشان الرياضي وهو موسوعه رياضيه بنتشرف بوجودها على قناه النادي الاهلي عشان يكلمنا عن مباراه الاهلي ومونتري وما دار حولها. دكتور محمد ازاي حضرتك؟ مساكم الله وصبحكم الله بالخير اول شيء وصبح عليك اخوي محمد واخوي احمد وابارك طبعا اولا للجمهور وعشاق واداره النادي الاهلي وصول الفريق الى الدور نصف النهائي رغم الظروف رغم المعطيات وبمن حضر وايضا ابارك لجمهور الكره المصريه الاداء المشرف المنتخب المصري لكاس امم افريقيا. مش هقول هارد لك اقول ان شاء الله انها تكون نقله نوعيه ونشوف ان شاء الله المنتخب المصري في الدوحه نهايه العام الحالي في مونديال قطر 2022 وان شاء الله نشوف النادي الاهلي ايضا في المباراه النهائيه لكاس العالم للانديه في ابو ظبي. لفته رائعه من حضرتك واكيد احنا متشوقين نشوف منتخبنا في قطر ومنتظرين تنظيم عظيم يليق بالحدث وشفنا بوادره في كاس العرب وواثقين ان هي هتكون نسخه للتاريخ من المونديال. ولكن حابب بقى اروح لمباراه الاهلي ومونتري. شفت المباراه نفسها ازاي وكان توقعاتك ايه قبل المباراه ولما شفت المباراه كده وخلصت بفوز النادي الاهلي كنت بتقيم الموقف بشكل عام ازاي؟ والله يمكن انا من حسن حظي مع علاقتي مع الاهلي في قطر يعني علاقه جيده جدا. انا كنت حاضر مباراه بالميراد النسخه الماضيه وكنت حاضر السوبرين مش السوبر الاخير السوبر الاخير واللي قبله واللي فاز فيهم النادي الاهلي في الملعب. فكنت يعني عندي دائما تصور من صغر سني يعني عن النادي الاهلي وقدرات النادي الاهلي مهما كانت الظروف اللي بمر فيها النادي الاهلي في اصعب الظروف يعني في بعض الاحيان. لكن للامانه والكل كان يعني عارف وحتى في الشارع المكسيكي من خلال متابعتي للاعلام الكل ما كان عنده ذاك التفاؤل الكبير بحكم عدد الغيابات كان هذه المره كبير جدا ومضاعف جدا وصعب على اي فريق كره قدم يدخل بطوله بقيمه كاس العالم الانديه ب 15 لاعب غياب. احيانا ممكن يغيب عنك ثلاثه اربع لاعبين وتحس بالحرج فما بالك ب 14 15 لاعب. فما كان فعليا في تفاؤل. فلما يعني كان عندي انا كنت في الشغل ولما فتحت على الشوط الثاني لقيت الاهلي متقدم 1-0 كنت سعيد جدا فقط لمجرد ان الاهلي صمد لهذا الوقت يعني. فما بالك في نهايه المطاف الاهلي ينجح ويخرج بالمباراه كسبان هذا بحد ذاته يعني مش رساله رسائل مجموعه كبيره من الرسائل بالعديد من الاطراف في كره القدم لما قدم النادي الاهلي وهذا حتى انعكس في الحديث في نفس اليوم واليوم الثاني في الصحافه المكسيكيه اللي يعني تجاوبت مع الامر بعده اطراف بالحزن الشديد اداء فريقها ومدربها فير أكيري وايضا بالاحترام الشديد والنظر باحترام لقيمه وما قدمه النادي الاهلي واللي وصف في بعض الصحف بالكبرياء يعني مثل ما قال. والله اولا احنا بنشكر حضرتك يعني على ان زي عندنا في مصر كده بنقول وشك حلو على النادي الاهلي وبندعوك يعني وبنقول لك يا ريت تكون متواجد في مباراه الاهلي وبالميراس بما انك بتتواجد والنادي الاهلي بيحقق الفوز فنتمنى يكون دايما فقل حسن على النادي الاهلي وتتواجد في مباراه الاهلي وبالميراس. ده رقم واحد. رقم اثنين يعني حضرتك كلمت عن فكره تناول الاعلام المكسيكي للمواجهه بين الاهلي ومونتري. حضرتك ممكن تطلعنا على ما اهم الاخبار او اهم العناوين اللي تم تناولها في الاعلام المكسيكي؟ طبعا صحيفه اونس دياريو المكسيكيه اونس يعني 11 رقم 11 يعني 11 اليوميه هم عندهم كلمه مكسيكيه اسمها ماليزيمو يعني رديء او سيء يعني. فهي عشان يعني تثبت ان الاهلي عمل يعني هو اللي قام بهذا الفعل ضد الفريق المكسيكي كتبت ماليزيمو
يعني ادخلت اسم النادي الاهلي في وسط العنوان، يعني في كنايه عن قدره النادي الاهلي في جعل فريقه كان يظهر بهذا المظهر السيء. في صحيفه اسمها سنت المكسيكيه كتبت انتهى الحلم، وكتبت بالعنوان واضح، وضعت لاعبيه صور لاعبيها في الصحراء، كتبت ضاع الريادوس هو لقب فريق نادي مونتيري في صحراء الربع الخالي حيث كان فراعنه الاهلي يحكمون الرمال كالمعتاد. هذه فيها شهاده ان الاهلي دائما هو اللي متسيد في مثل هذا النوع من المواجهات. ايضا طبعا في العديد من الصحفيين عبروا عن استيائهم لاداء الفريق. صحفي اسمه خايمي تكلم وقال بان الاهلي باكثر من 13 لاعبا غائبا يذهب الى السيمي فاينل، انه تاريخي، هو تحدث انه قال ان هذا تاريخي. في الجارة سبورت تحدثت وقالت بان الريادوس في مونديال الانديه سقط 1-0 امام الاهلي الذي غاب عنه 13 لاعب لم يكملوا حتى مقاعد البدلاء. قال لاعب النادي الاهلي فريق النادي الاهلي ما كمل حتى الاحتياطيين وفاز بالمباراه. ميديو تيمبو لخصت الموضوع وكتبت كلمه يعني كعنوان في اثناء الشوط الاول حتى مش باثناء المباراه، وكتبت تخيل لو كانوا كاملين، يعني تخيل لو الاهلي يلعب معانا وهو كامل. يعني طبعا اغلب الصحف تحدثت عن فشل ذريع، وفي صحفي مكسيكي ظهر اليوم كان في بن ابو ظبي حتى يعني كان بيتكلم ومعاه موسيقى حزينه واخذ حفنه من التراب وفتتها كذا بيده وقال بان احلام جمهور مونتيري يعني اخذ قروض طبعا في امريكا اللاتينيه، يجب ان تعرف المشجعين بياخذوا قروض على اساس يحضروا هذه البطوله، يعني قرض على اساس يحضروا كاس العالم الانديه. تتخيل انك تاخذ قرض تحضر كاس العالم الانديه تخرج من اول ماتش، يعني حتى فلوس القرض ما لسه ما تحللت يعني. فكان يعني في حزن شديد جدا وكان في يعني حديث كبير جدا. طبعا المباراه هذا في المدرجات حضرها مدرب بالميراس، لاعبين بالميراس حضروها في الفندق، لكن المدرب كان موجود في مدرجات ملعب آل نهيان بنادي الوحده وتابع المباراه من الحدث، وهذا ممكن نتكلم عليه في فتره قادمه، خاصه ان قائد الفريق دودو تكلم امس بالمؤتمر او تكلم اليوم بالمؤتمر الصحفي الصباحي وتكلم عن النادي الاهلي وتكلم حتى عن المقارنه بين البطوله الماضيه اللي خسر فيها من النادي الاهلي والبطوله الحاليه. دكتور محمد سعدي بنشكرك جدا وبنشكر يعني حماسك وتواجدك دائما وابدا في مباريات النادي الاهلي الحاسمه، وبندعوك ان انت تتواجد ان شاء الله في مباراه الاهلي وبالميراس، وان شاء الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي. بنشكرك جدا، وعلى فكره الصحفي اللي كان مع الصوره الحزينه والرمل هو الصحفي اللي كان معانا قبل المباراه بيوم وقال ان مونتيري هيفوز 1-0 او 2-0 برغم ان هو قال النادي الاهلي قوي، فكنا شايفين حاله الحزن اللي هو عليها يعني في قنوات ابو ظبي. ولكن هي رساله ممكن اوجهها لهيكتور ميرينو، كان بيتحدث قبل مواجهه النادي الاهلي وبيقول انا لا اعرف النادي الاهلي، اعتقد دلوقتي عمرك ما هتنسى اسم النادي الاهلي. اكيد يا اسامه، وانا بشكر دكتور محمد السعدي على رسالته، للامانه شيء محترف وبنسعد بيه هنا في قناه النادي الاهلي. خدنا جوله في الصحافه المكسيكيه وكل حاجه كاننا عايشين في ادق تفاصيل الصحافه المكسيكيه، وانا اتمنى لو نقدر نعرض الصوره دي، الصوره اللي فيها شكل المومياء كانت صوره تجرس. لطيفه جدا من جمهور تجرس، وده المنافس. برافو عليكم، هي دي الصوره لموميا رياضه دي هنا. طبعا هم جمهور مونتيري او مونتيري ريادوس بما معناه المخططين، فهو بما معناه الموميا المخططه نتيجه ان الفراعنه قدروا يحنطوها. يعني معنى يبان لكم بسيط ولكن المغزى بتاعه كبير جدا، ان النادي الاهلي اي حد يعتقد ان هو ليه كتالوج ليه حاجه ليه ملكه، هتكتشف ان النادي الاهلي يا اخي قادر يبهرك وقادر يقدم دايما المستحيل، ولسه قدام بالميراس لسه نتمنى الاماني ان شاء الله ممكنه بإذن ان شاء الله. نتمنى التوفيق ونتمنى يكون بعض اللاعبين العائدين من منتخب مصر يعني يقدروا يكون، احنا مش محتاجين اكتر من ايمن اشرف ومحمد شريف في المباراه دي اكيد طبعا. كل اللاعبين عشان بس نوضح لكم محتاجين كل اللاعبين، لا بتكلم على الاجهاد، لعيبه مجهده بشكل كبير جدا، ده مهم جدا لان طبعا حمدي فتحي والسوليه اسامه كنا بنتكلم ان هم مش هتقدر تستفيد بيهم فنيا قوي نتيجه انه لعبوا دقائق كبيره، ولكن في النهايه احنا خلاص بقى تعودنا، لسه هنقول محتاجين مين ومش محتاجين مين، ده الاهلي بمن حضر بمن حضر. اكيد كنا نتمنى اليوم كله يكون سعيد، ولكن انا واثق ان قريبا هنلتقي بيكم واحنا بنفرح بمنتخبنا. يمكن كنا بنتكلم قبل الحلقه ان احنا هنطلع نحتفل بالشكل ده في وجود علم مصر،
وقررنا ان في كل الاحوال لازم علم مصر يكون بالتأكيد موجود. وان شاء الله يظل علم مصر دائما خفاقا، وباذن الله باذن الله إن شاء الله يكون لنا حالات اسعد باذن الله مع منتخب مصر وكره مصريه باذن الله. الاهلي في المونديال، تابعونا هتلاقوا معانا كل حاجه حصريه على شاشه قناه الاهلي.